صح ضروري الوالد كيعيطوا صوني لهم دائما نهضر معاهم. الا ما هضرتش مع الوالده ما كنعش انا هادشي اللي خلانا عينا ندفعنا. راه عندي الباك بليس دو وعندي دوزيام اني ديبلوم انفوغرافي. هادي دير شي كيغرب شي كيموت شي كي تضرب في صحته شي كيهبل كل واش كيصرى. السلام ورحمة الله. عبد الرحمن قدوري. سي عبد الرحمن قدوري سي عبد الرحمن منين انت؟ من وجدة. حتى انت من وجدة؟ انا من وجدة. الله يبارك فيك الله يعطيك الخير. شنو خلاك تفكر تمشي لاوروبا ولا اخو؟ راك تشوف الوضعية كي دايرة في البلاد. البلاد عام ورا عام حنا كنقولوا هذا العام الجاي غادي يجي يكون احسن من هذا العام. كيجي عام كيجي كفس منه. حنا بغينا نصوفيو والدينا ونصوفيو راسنا. بغينا نردو غير شوية لوالدينا بعدا اللي داروا لنا نردو لهم غير واحد شوية كاع. حنا ما كرهناش نمشيو حتى حنايا ويسهل علينا ربي ونمشيو نديرو ريقاتنا حتى حنايا ونجيو نجيو نشوفو والدينا ونديو والدينا حتى هما. والديك مدير الوريقة حتى نتايا باك يكون خدام تقولو ريح الوالد ما تخدمش كذا منا ونخدمو عليه نردو لهم واخا نردو لهم غير شوية نديو والدينا للحج إن شاء الله لا كتاب لا حيانا الله ولا سهل ربي ومشينا لذاك البلاد إن شاء الله. هادشي اللي خلانا عينا ندفعنا. عندي الباك بليس دو وعندي دوزيام اني ديبلوم انفوغرافي في وجدة في تكنوبول. اللهم بارك في تكنوبول. وعيت نفع اخوها ما كان والو. راك عارف هاد البلاد هادي عندك الفلوس توظف ما عندكش ما توظفش. بالنسبه نهضروا شويه على الناظور المعامله ديال الناظوريين والمعامله ديال الامن المعامله ديال يعني جميع الجهات كيفاش كيعاملوكم هنايا؟ المعامله بالنسبه غادي نمشيو بالتدريج من واحد لواحد. بالنسبه للسكان تاع الناظور السكان تاع الناظور لا يعمرها سلام. ما خاصنا معاهم حتى خير يتهلاو فينا يعطونا ناكلو يعطونا الفلوس المهم ما مخصوصينش. بالنسبه لقوه القمعيه البوليس حنا ما غاديش نحملو المسؤوليه. البوليس هما راهم عندهم اوامر من الناس كبار عليهم. حنايا البوليس كيدير خدمته. حنا البوليس مادام كيجري عليك راه كيكون جاي له واحد الامر باللي ما يجلسوش هاد الحراقه هنا. حنا ما غاديش نحملو المسؤوليه. حنا حتى هو مسكين نحسنوا له عون حتى هو خدام على عائله. ما نبغيوش حنايا ما نبغيولوش عاوتاني حتى حنايا الضرر. بحال مثلا كتقول له خليني ندخل للبور. هو ولد الشعب. هو ولد الشعب. بحال هذوك اللي كيكونوا في الباب نتاع البور كيقول ما يخليوناش ندخلوا. عنده الحق ما يخليكش تدخل. حتى انا كنت بلاصتو ما غاديش نخلي بنادم ندخل. علاش؟ حتى انا تلقى خدام على عائله مكفل باسره. اسره نتاع سبعه نتاع الناس ولا سته. و 6000 درهم اللي كيعطيو لهم ولا 7000 درهم ما كافياش. راك كون تجي راه كتبقى فيه الكريدي نتاع الراس نتاع الشهر. كيبقى فيه الكريدي. واش غادي دير ما عندك ما دير الغالب الله. واش غادي ندير؟ واش غادي دير؟ شي كلمه اخيره الموجهه للمتبعين اللي كتشوفوا فيك. حنايا بغينا نقدموا واحد الكلمه للناس اللي غادي يشوفونا. حنا ماشي تشوفونا هكا تشوفوا تحسبونا ما عندنا والدينا ما عندنا ولا تحسبونا متشردين. الحمد لله بوالدينا بديورنا الحمد لله. راه ما كنعسوش ما كنعسوش ما كنعسوش. كل ما نصونيوش لوالدينا نهضروا معاهم ضروري خصنا نطمئنوا عليهم. هما كل ما يسمعوا صوتنا لوالدينا ما كينعسوش. الوالدين هما الاولى ولا يسمح لنا بالوالد. الوالدين هما الاولى الا ما كانوش الوالدين هادشي غربه ولا يسمح لنا بالوالد. والمغرب نتاعنا ماشي زين. المغرب نتاعنا زين ولكن فيه الشفاره. عندنا بزاف عندنا جوج بحور عندنا جوج واجهات نتاع البحور. الفلوس نتاع البحور فين كتمشي؟ كون يديروا لنا فلوس الفوسفات فين راه فلوس الفوسفات فلوس الذهب فين راه؟ علاش كيجيو هاد الكوار كيجيو من اوروبا؟ علاش كيجيو يستكشفوا هاد الثروات الطبيعيه الثروات والخيارات اللي عندنا في البلاد؟ حنا علاش؟ حنا ما عندناش كفاءات في البلاد. الكفاءات كيمشيو يقراو في اوروبا. علاش؟ حنا مثلا طبيب هو يقرا في وجده ولا في الناظور ولا كذا في كليه الطب. علاش كيمشي يكمل قريته في اوروبا؟ علاش؟ في اوروبا كيعطيو له الحقوق نتاعو، كيعطيو له الامتيازات، كيعطيو له الصالير اللي يقدر يعيش به عائلته ويعيش به سبعه نتاع الناس ثمانيه نتاع الناس يعيش. هنايا في المغرب جينا راه ما غاديش نعمو نقولوا وجده ولا الناظور ولا. ولا يعيش هنا. قاري ولا ما قاريش، كاين اللي قاري وما عايش. في البلاد، في البلاد كاين المحسوبيه. نهضروا الواقع المحسوبيه كاينه. انا باك صاحبي هو الباك وما دار الباك بليس باباك هذا اللي كاين في القانون. باك شنو عاود 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 بليس باباك ما كان لا الباك بليس 4 لا الباك بليس 5 لا الباك بليس 15 ولا مانا. هذا هو اللوجيك. نهضروا الواقع الواقع نهضروه الواقع. شو كل شيء فهمه اللي بغى يتعام. الواقع كل شيء باين كل شيء باين فواحد الصوره كبيره كنشوفوا الواقع نتاعنا كي داير. غير اللي كيبغي يتغاضى ولا يدير شي ما نعرف شي حاجه ولا
المهم حنايا حنا غادي نقولوا لهاد الناس اللي كيشوفونا حنايا راه ولاد عائله، حنا وجاده من وجده، عندنا والدين الحمد لله، عائلتنا عندنا، ما خصنا حتى خير. حنا ما كنجيو نشفروا هنايا، ما كنجيو نشمو سيليسيو، ما كنجيو نكميو، ما كنجيو نديروا حتى حاجه. وهما سولوا وين واضر على وجاده كي دايرين. الرساله للام ديالك اللي كتشوف فيك. الام تاعي انا نبغي نوجه لها واحد الرساله، توحشتك ودعي معايا يسهل عليا ربي، هذا هادشي اللي كان. رسالة للأم، أنا مهم الله يسهل علينا خوتي، واش غادي نقول لكم، هاد البلاد ما عطاتنا والو، والحمد لله واش غادي دير البلاد، حكموها هادوك الكرش الكبار وصافي، صافي. الله يحفظك. يسهل الأم ديالك حتى أنت، هضر لنا شوية على المعاناة ديالك هنا في الناظور. السلام عليكم. زيد سولنا. رسالة للأم ديالك. أودي كنطلب لها تسامحني بزاف، ونطلب لها ترضى عليا وتسمح لي بزاف وتدعي معايا بزاف، كاع توحشتها بزاف والله، توحشتها بزاف. وشنو خلاك انتيا تمشي تهاجر للبلاد؟ اودي البلاد ما عطات، البلاد ما عطاتناش، البلاد ما عطاتناش. القرايه ديالك شحال عندك واصل؟ اودي انايا واصل حتى الثامنه. الثامنه. شنو خلاك تخرج من الثامنه؟ ما كملتش الدراسه ديالك؟ اودي ما بغيتش نقرا، كما نقولوا القرايه ما كانش دخلت لي للراس. كنت لقانا تقرا؟ واه ما كانش عندي لقانا دخل، بس ندمنا عليها في التالي. شكرا الله ينورك. اللهم امين. الوجوه ديالكم والله ما ديال التشرد. بارك اخويا، هذاك الشيء حنا ولاد الناس اخويا. ولاد الوجه ديالكم والله ما ديال التشرد. ولاد العائله اخويا، حنا ماشي جايين ندبروا على راسنا، ماشي شي حاجه ولا. والله الا جايين ندبروا على راسنا، حنا جايين نتسناو شي حاجه باش نمشيو ننعسوا حتى حنا، باش غدوه نفيقوا عاوتاني. صافي كتنعسوا نتوما؟ حنا كاريين في بوبلا، كاينين ب 100 درهم للشهر. ومنين كتجيبوا الفلوس؟ كتجيبوا الفلوس؟ كنهودوا الوجده، كنهودوا الوجده عند والدينا، كيعطيونا الفلوس ونوليو نطلعوا. نجيو باش نخلعوا البلاد. انا باغي نفرط عند الوالدين تاعو، راه ما غاديش يقلعوها له، واخا يقلعوهم فلوس المصروف ويعطوها له. باش ولدهم بغاو، هما والدينا باغيين نشوفوا يشوفونا الفوق الفوق. والدينا راه باغيين لنا الخير، باغيين لنا نمشيو لهذيك البلاد. يشوفونا دائما الفوق الفوق، ما يشوفوناش لتحت لتحت. شنو كدير في الناظور؟ كندبر على راسي، باغي نحرق من التالي. ربا ان شاء الله، الى كتاب الى كتاب، الى بغاها ربي نديروا السبب الكمال لله ان شاء الله. بالنسبه لنا الناظور، واش شنو كيوقع لكم المشاكل اللي كيوقع لكم لنا في الناظور؟ ايوا المشاكل اخويا، واش غادي نقول لك، مشاكل بزاف، وشحال ما قلت لك مشكل ما غاديش نقدر نريد. مثلا انت راك شفت على عينيك، راه هاد المره الدري ضربوه مسكين، هذه موت القور في هاد الرالي نتاع السباق وهذا الشيء. واش غادي دير؟ شي كيغرب، شي كيموت، شي كيتضرب في صحته، شي كيهبل، كلها واش كيصرى؟ نديرو واش اللي بغيت تسولني؟ وانت شنو خلاك باش تفكر يعني تهاجر المغرب؟ شنو خلاني نفكر نهاجر المغرب؟ ايوا راك راه باينه شنو خلاني، الميزيريه. بحال اللي كيما نقولوا صافي، ما بقى ما يدار اخويا. واش غادي نقول؟ شحال في عمرك انت؟ انايا دابا 18 عام، وبغيت نمشي لاوروبا. باغي نمشي لاوروبا ان شاء الله، وغادي نمشي ان شاء الله. ان شاء الله. واش ما قريتيش؟ واش الوالدين ديالك ما بحالهمش ولا؟ كلشي عندي والدي الحمد لله، قاري الحمد لله، داي الباك، لقيت صاحبت لك هكا داي الباك، داير الدروه في لافاك في وجده، قاري داير كلش، ولكن فهمت المغرب ما عطانا والو، باغي نمشي. هادي هي اللي بغينا. بالنسبه للوالدين ديالك كتشوفهم ولا والو؟ نشوفهم، والدي هما الوالا صح، ضروري الوالد كيعيطوا صوني لهم دائما، نهضر معاهم. لو ما هضرتش مع الوالده ما كنعش انا، خصني ضروري الوالده، الوالد صحاب الدار عاد كنمشي للناس، و حتى هما كيدعيو معايا وان شاء الله نمشيو نصوفيوهم، هذا ما بغيناش. بغينا هذاك الشيء. اجي دابا انت، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. السميه ديالك؟ محمد حمري. محمد حمري. منين انت؟ من وجده. حتى انت وجداوي؟ حتى انا وجده. مرحبا بك سيدي في الناظور. قول لي شنو جاي دير هنايا؟ خويا جاي نحرق، ندبر على راسي، ندبر على والديا، نصوفي والديا، وندبر على راسي في هذا نمشي لاوروبا نخدم، ونجي تانا ندور هنايا وندير كيما راهم يديروا الناس. بالنسبه للحاله العائليه ديالكم، واش متوسطه، واش فقراء، ولا عندكم وما عجبكش المغرب، ولا شنو؟ لا الحمد لله، ما خاصنا خير الحمد لله، ما عندناش وما خصناش.
بركه وما تخطاك. حنا جايين ندبر على راسنا، حنا ماشي نتسنى والدينا يجيو يدبروا علينا، ولا حنا جايين ندبروا على راسنا. بنادم يدبر على راسه هو يدبر على والديه عاد من الفوق، ماشي حنا يجيو يدبروا علينا والدينا ولا كفاهم اخويا. يعني ما بغيتيش تعيش تحت الدل؟ ما بغيناش نعيشوا تحت الدل في هذا المغرب. الله الله يعطيك الخير اخويا. الوالدين واش كيتصلوا بك شويه؟ واش كتمشي عندهم؟ شحال دابا انت في الناظور؟ انا هنا دروك، انا هنا دروك 4 شهور. اربع شهور لا انا جايب هنا قديم قديم بزاف، كنجي ونشوف والدينا نضربوا دوره ونوليو. كنوليو واه. وعمرك ما وصلتي لاخر لاخر اسبانيا ورجعوك ولا انا رداني من الميريا؟ من الميريا، من الباطم الميريا رداني لهنا. علاش رداني؟ لقوني كبير رداني. واه ماشي كبير، انا صغير في اللاج. شحال عندك من عام؟ انا عندي 17 عام. 17 واه. وردون والاخر وسنه الدراسه ديالك شنو عندك في الدراسه؟ دراسه عندي التاسع. التاسع ايوا راك عارف اخويا، عندنا بتكوين، التكوين تاعي بالحلاقه. الحلاقه والحمد لله. واه قلت لي انت مشيتي واش مشيتي بالباطو ولا مشيتي في شي طوموبيله تحت الطوموبيله ولا كيفاش؟ انا شفت واحد الكار. ممكن تعاود لينا؟ مشيت انا دروك اجي من واحد الكار جاي فيه من وجده، ريسكيت لها تحت حدا الموتور. حدا الموتور ما كتخافش الموتور؟ ايوا راك عارف راه المغرب، راك عارف ريسكين فيه من وجده، جاي فيه كدا بركان احفير هنا. وصلنا هنا لبنصر، دخل بينا صافي، دخل ما تشكش في الديوانة. هذيك هي دخل فات نيشا، طلع للباطو كدا في الميريا كدا، قبضوني ردوني ردوني نيشا. الله يعطيك الخير اخويا. في اتصال ان شاء الله اخويا. لسه لنا ما عندنا غير الخير.